أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، معاكم مستر أيمن حنفي خبير الرياضيات بجريدة الوفد التعليمي. النهارده إن شاء الله هنقدم لكم مراجعة نهائية ليلة الامتحان في مادة الجبر وحساب المثلثات للصف الأول الثانوي. إن شاء الله نشوف أسئلة اختر وأكمل، والأسئلة التانية اللي موجودة في المنهج على كل أجزاء. إن شاء الله نشوف على الوايت بورد معاكم دلوقتي بنتكلم على أول جزء في الجبر اللي هو المصفوفات. المصفوفات، نظم المصفوفة هو عدد الصفوف في عدد الأعمدة. مصفوفة الوحدة I مربعة عناصر القطر الرئيسي فيها بواحد. أما المصفوفة الصفرية اللي هي على شكل مستطيل كل عناصرها أصفار. المصفوفة المتماثلة يكون فيها ألف بتساوي ألف مدور. شبه المتماثلة ألف بتساوي سالب ألف مدور. كمان هنشوف في المثال اللي جاي في على الوايت بورد بيقول تمارين محلول. ألف مدور المصفوفة 2 4 سالب 4 3. إذا ألف هنرجعها لأصلها بقى، هنعمل الصف عمود والعمود صف. تبقى 2 سالب 4 4 3. بنثبت ان ألف تربيع ناقص 5 ألف زائد 22 اي تساوي المصفوفه الصفريه. في الاول هنجيب ألف تربيع، ان احنا هنضرب المصفوفه ألف في ألف مرتين. ضربناهم صف في العمود، طلع الناتج سالب 12 سالب 20 30 سالب 7. الطرف الايمن ألف تربيع هنجمع عليه سالب 5 ألف، هنضرب سالب 5 في المصفوفة ألف كلها، وكمان هنزود 22 أي. هنجمع كله هيدي المصفوفة الصفرية. بيقول باستخدام طريقة كرامر حل المعادلات. كرامر بيحل المعادلات بطريقة المحددات. س زائد 2 ص بتساوي 8، 2 س زائد ص بتساوي 5. بنجيب دلتا محدد المعاملات 1 2 2 1، ونجيب قيمته 1 في 1 ناقص 2 في 2 اللي هي تدي سالب 3. ودلتا س معاملات السين هنشيلها ونحط النواتج اللي هي 8 و5، وهنجيب القيمه بتاعته اللي هي سالب 2. ودلتا ص هنشيل الصادات ونحط النواتج يبقى سالب 11. س قيمتها هي دلتا س على دلتا اللي هتدينا الناتج اللي قدامكم في الوايت بورد، وصاد دلتا صاد على دلتا. جبنا مجموعة حل المعادلة. ممكن كمان نطلب حل المعادلات باستخدام المعكوس الضربي للمصفوفة. زي ما انتم شايفين حل المعادلتين باستخدام المعكوس الضربي أو بطريقة المصفوفات. بنعمل نجيب قيمة للمحدد الأول دلتا المعاملات، وجبنا قيمته طلع 7. هنجيب المعكوس الضربي 1 على دلتا، هنغير أماكن المصفوفة الثلاثة والأربعة بيتغيروا أماكنهم، ونغير إشارات الواحد والخمسة وهم في أماكنهم. واحد على دلتا، وعملنا الطريقة دي جبنا المعكوس الضربي. عايزين س وص. هنضرب المعكوس الضربي المصفوفة في مصفوفة النواتج. إداني المصفوفة اللي قدامكم دي اللي هي 2 وسالب 4، إذا قيمة س ب 2 وقيمة ص بسالب 4. ممكن كمان يطلب حل المتباينات الخطية والبرمجة. بيقول حل المتباينة بيانيا 2 س ناقص 5 ص أقل من العشرة. بنحولها لمعادلة 2 س ناقص 5 ص بتساوي 10، ونعمل جدول نحط س بصفر وكمان ص بصفر يدينا نتيجين. على الشبكة بنرسم، رسمنا الخط المستقيم اللي هو التقاطع مع السينات والصادات. قطع السينات عندي 5 والصادات عند سالب 2. هناخد الجهة اليسرى اللي في الشمال، أو بقيمة تعويضية نقطة الأصل هنلاقيها بتحقق المتباينة إن يكون أقل من أو بتساوي العشرة. إذا التظليل هيكون في الشمال. ممكن كمان يجيب مصفوفة زي المثال اللي في الطرف الأيمن في الوايت بورد، ألف بواحد اتنين واحد سالب واحد، وألف زائد ب كل مدور سالب واحد سالب واحد سالب واحد صفر.
اذا كان يعني بيقول يوجد المصفوفه ب الف زائد ب كل مضرب بتساوي الف مضرب زائد ب مضرب. هو مدينا الف زائد ب كل مضرب، مدينا قيمتها، وانا وزعت المضرب على الالف وعلى الب. هنجيب ب مضرب، هنخليها مستقله لوحدها في الطرف الايمن، وعندنا الف مضرب والف زائد ب كل مضرب، هنطرحهم من بعض هيديني ب مضرب، هندور المصفوفة يديني الناتج المطلوب. في الشمال عايز يحل المتباينات، وعايز دالة الهدف اللي هي القيمة العظمى، ر بتساوي 50 س زائد 75 ص، ومدي س أكبر من أو بتساوي صفر، وص أكبر من أو بتساوي صفر، ومدي المتباينتين. ودي مسألة مهمة جدا، بنعمل جدولين، جدول للمتباينة الأولى على شكل معادلة بالتعويض زي ما شفنا في المسألة اللي قبلها، وجدول للمتباينة الثانية، ورسمنا المعادلتين اتقطعوا في نقطة 2 و 3. 2 و 3 ممكن نجيبها لو أنا برسم في ورقة رسم بياني كويس هبان، أو على الآلة ببرنامج المود 51 أو مود 31. جبنا نقطة التقاطع، هنحدد منطقة التظليل للمتباينتين، المنطقة اللي اتقطعوا فيها زي ما هي باينة قدامكم في الرسم. هنجيب المناطق الحدية اللي هي النقطة الأصل، وأربعة وصفر واثنين وثلاثة وصفر وأربعة. المفروض بنعوض بالنقط دي كلها في دالة الربح أو دالة الهدف ر. عوضنا طلعت القيم اللي قدامكم. هو عايز القيمة العظمى اللي هي 325، بيحققها 2 و3 اللي هي عند النقطة دي. ممكن كمان نشوف في حساب مثلثات يكلمنا على مساحة المثلث، ان نص حاصل ضرب طول اي ضلعين في جهة الزاوية المحصورة، مساحة الشكل الرباعي نص فحاصل ضرب طول القطرين في جهة الزاوية المحصورة. زي ما انتم شايفين في المثال بيقول شكل رباعي طول القطرين 12 و16 وقياس الزاوية المحصورة 68، اوجدوا المساحة. قلنا نص في 12 في 16 في جهة 68 هيدينا القيمة. ممكن اثبات متطابق، واللي ق س ناقص ظ س كل تربيع اثبتوا انها بواحد ناقص جا على واحد زائد جا. افك القا في الطرف الايمن ان هي واحد على جتا، والظا بجا على جتا كل تربيع. هنوحد المقامات، الجتا والجتا هي متوحده، يبقى واحد ناقص جا في البسط. هنوزع الاس فوق اللي هو اس 2 على واحد ناقص جا كل تربيع، وتحت هتبقى جتا تربيع. جتا تربيع من فكات المتطابقه بواحد ناقص جا تربيع في المقامين. هنقدر نحللها. فرق بين مربعين، واحد ناقص جا، واحد زائد جا. هنطير قوس مع قوس، هيتفضل واحد ناقص جا على واحد زائد جا. وبالتالي ثبتنا صحه المتطابقه. بالنسبه للقطاع الدائري له مساحه نص لام نق، نص الزاويه الستينيه، الزاويه الدائريه نق تربيع، او س درجة على 360 في مساحة الدايرة. ظهر المحيط 2 نق زائد لام. ممكن القطعة الدائرية كمان زي ما انتم شايفين في الرسم لها مساحة نص نق تربيع، الزاوية المركزية بالتقدير الدائري ناقص جا الزاوية بالتقدير الستين. هنشوف دلوقتي كمان حل المثلث القائم. يعني عندي 3 أضلاع و3 زوايا. هو يديك 3 والمطلوب منك الثلاثة الباقيين. بيقول لي حل المثلث ا ب ج القائم الزاوية في، وطول الضلعين 5 و7. كده نقدر اجيب الضلع الثالث بفيثاغورس، ا ج تربيع بتساوي 25 زائد 49، ونجيب جذرها يبقى الوتر ب 8.6. جبنا ضلع باقي زاويتين. نجيب ظ ج مثلا وهو 5 على 7، ونقول شيفت تان 5 على 7. نجيب زاوية ج نطرحها من 180 يديني الزاوية الثالثة. كمان في الشمال ممكن نجيب حل المعادلة أو الحل العام. بيقول لي جذر 2 جا سيتا جتا سيتا ناقص جا بتساوي صفر، أوجد الحل العام. ناخد جا عامل مشترك، يبقى جذر 2 جتا سيتا ناقص 1 بتساوي صفر. كويس جدا. إما جا سيتا بصفر أو جتا سيتا ب 1 على جذر 2. لما جتا سيتا بصفر يبقى الحل العام صفر زائد 180 ن، 1 على جذر 2 الزاويه تطلع ب 45،
اضيف لها 360 نون. كده حلينا المعادله والحل العام بتاعتها. كمان بيقول لي في الجزء الشمال بيقول لي اوجد مساحه القطعه الدائريه التي طول القوس 22 وطول نصف قطرها 14. احنا عارفين ان القطعه الدائريه محتاجه زاويه مركزيه بالتقديرين وكمان نصف القطر. انت معاك نصف القطر، باقي لك الزاويه. هنجيب الزاويه لام على نق وجبناها دائري وهنحولها ل 60 ونعوض في القانون نص نق تربيع سيتا دائري ناقص جا 90 درجه اللي هي الزاويه المركزيه، يبقى مساحه القطعه 56 درجه. بكده قدرنا نقدم لكم مراجعه سريعه على الجبر وحساب المثلثات بالصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الثاني. بالتوفيق، السلام عليكم ورحمه الله.